لا لا، انا عايزاه بس ياخد التليفون ده طب يقول. قول الو، قول انا الو. قول انت يا الو يارا. الو، لا احمد اخويا صح؟ لا لا. الو يا رب. ده جده. برافو. جده. كابتن محمود عبد العزيز، ازيك يا كابتن؟ ازاي حضرتك؟ عامل ايه؟ عامل ايه؟ الحمد لله اخبارك ايه؟ كويس؟ تمام الحمد لله. راضي كمان معاك اهو، تقول له ايه؟ راضي يعني. ايه؟ يعني راضي عنه، يعني راضي ايه؟ عنه. اكيد راضي عنه اكيد. انا راضي، لعيب كبير يعني. وانت برضو. محدش يشكر في نفسه. لا 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 طبعا، ازاي؟ احنا بنشكر فيك اهو. لا بتكون سعيد طبعا لما بتشوف راضي، انت كمان بتشوفه على الرايت تراك، يعني على الطريق الصحيح ان شاء الله للوصول لمرتبه اعلى. اكيد اكيد يعني اكيد بيبقى في حوار ما بينكم، خاصه زي ما بتكلم مع الكابتن في مرحله انتقاليه هو بيمر بيها دلوقتي، محتاج غير اللياقه البدنيه محتاج كمان اللياقه النفسيه، ان حد يوجهه بطريقه بروفيشنال، ومش هيكون طبعا غير الناس القريبه منه يعني. فده اكيد برضو رساله من حضرتك انك واقف جنبه وبيكلمك، اكيد بتاخد نصايح يعني. لا فعلا، احنا كفرقه احنا كلنا مع بعض بنكلم بعض، كل واحد بيدي، لو في الملعب حد عنده مشكله بنوجهه او بنقول له اعمل كذا، بنتكلم مع بعض. كان الكابتن هشام بيدينا الحقيقه ان احنا نتكلم مع بعض. حلو، لان كنت لسه هسالك الكابتن. بس برضه في ليميت، برضه ما ينفعش ان حد يعلي صوته على حد في صحيح الملعب او ايا كان. صحيح. ده برضه النادي الاهلي حاجه ما ينفعش ان هي تحصل جواه. مظبوط. ان ما ينفعش حد ما ينفعش اي بيزعل لعيب، انت تقول كلمه بس. دي اخلاق النادي. انت صغير في النادي يا راضي؟ نعم. من وانت صغير في النادي؟ لا، بدات اصلا بدات هاند بول في النادي الاهلي. بعدين انت ما تزعقش لجده، جده ما بيزعق يعني، ما يعني ازاي جده يتزعق له؟ ما ينفعش يتزعق. لا انا شفت جده كمان ما يتزعقلوش. جده طويل. سمعنا ما يتزعقلوش فعلا. جده ما يتزعقلوش. في سبيس كده لازم نسيبه بينه ولاعيبه وانا بتكلم معاه. ما شاء الله. طوله كام؟ طول كام؟ متر 90 تقريبا، حاجه 93 ان شاء الله. 93. طب ليه جده بقى؟ يعني ليه الاسم ده؟ ايه؟ ليه الاسم ده؟ ليه جده يعني؟ عشان كان بيلعب في المقاولين، ودي السنه اللي فاتت تقريبا، اول سنه ليه. فهو بقى خدها بقى جده بتاع، وهو كان في المقاولين يعتبر، كان هم في النادي بيبقى لعيبه محدوده يعني، هو ثلاثه اربعه اللي بيبقوا شايلين الفرقه يعني، غير طبعا النادي الاهلي، غير الانديه الكبيره، بيبقى الفرقه كلها مجمل الفرقه بيشيلوا بعض بشكل اكبر يعني. فهم كانوا ثلاثه اربعه، فهو كان واخد اللقب بقى جده. من هناك يعني، من قبل ما يجي. لا جاي بيه. قبل ما يجي. مبروك يا محمود. الله يبارك في حضرتك. وان شاء الله. مبروك. بتفكر في ايه برضو؟ ايه طموحك في الفتره اللي جايه؟ اكيد والله، يعني طموحي ان انا افضل في نادي الاهلي، ويعني واطور من نفسي لان اكون مع الفريق الاول، مع المنتخب الاول برضو اكيد. ويعني ان شاء الله دي حاجه مش بعيده، علشان الفرقه هنا كلنا يعني كلنا رابطه واحده بصراحه. احنا محتاجين كمان باك شمال يعني، احنا في الفريق الاول بس بتاع الكوره، محتاجين برضو باك شمال مع معلول. تقدر ولا ما تقدرش؟ ولا في اي حاجه؟ اي حاجه داخل في اي حاجه. لا الف مبروك، الف مبروك، وان شاء الله باذن الله نشوفك كده قريب في الفريق الاول للنادي الاهلي، وكمان على مستوى الدولي في منتخب مصر. مبروك يا جدو، مبروك، الف مبروك. لا اتفضل. كده وكابتن ميشو. اتفضل. يعني كابتن ميشو بصراحه انا اشكره شكر من هنا لغايه بكره علشان يتعاملوا معايا يعني. اكيد هو فاهم يعني. لا هو فاهم وهيفهمنا دلوقتي. سمعته يا كابتن؟ لا معلش وضح كده جدا تاني. تقول تاني؟ ما اسمعكش. بقول لحضرتك اشكرك من هنا لغايه بكره علشان اللي حضرتك يعني قلته لي وكده. حضرتك قلته له وعمل اوكي في الملعب. ده يعني ماشي اوكي. حاجه في حاجه برضه خاصه باللعبه ولا يعني؟ هو كان يمكن جده كان عنده، انا يعني لسه بان انا الفتره الاولانيه ما كنتش لسه عارف اللعيبه بتاعتي وعارف امكانياتهم وعارف الادوات بتاعتي كويس. فكان هو ممكن مستعجل ان هو عايز يوريني. هو اول ما ابتدينا السيزون جده كان مصاب. فبعد ما ابتدينا هو عايز يوريني ان انا كويس. فت وانا كويس وانا لازم اوريك ان انا لعيب ومؤثر وكده. فبقول له دايما جده واحده واحده وكل حاجه هتيجي في وقتها ومش عايزك تقلق وتقلق وابتدي واحده واحده وما تقلقش.
فكان في الماتشات بعد كل ماتش ها يا كابتن حاسس يعني بعينيه، حتى مش مجرد ان هو يجي يتكلم بعينيه كده عايز يوريني ها ايه رايك وانت فاهم طبعا. انا طبعا يمكن يعني بحكم خبرتي اقدر ابص من الاولاد واعرف اتعامل معاهم من يمكن من خلاص من الاي كونتاكت اقدر اوصل اللي هو عايزه. فمع الوقت ابتدى دلوقتي لغايه ماتش الزمالك هو ما كانش بيلعب قبل كده، ما كانش بيهاجم بشكل اساسي كبير قوي، لانه ده ان هو في المنتخب الولد مؤثر من فتره طويله، بس انا كنت واخده من حته الاصابه دي واحده واحده لغايه لما وصل لليفل معين. هو نزل ماتش الزمالك ده فوجئ ان هو بيهاجم، هو فوجئ ان هو في لقطه من اللقطات بقى ليه دور ودور مهم جدا، ونزل وفعلا كان مؤثر جدا جوه، مبسوط اصلا من عشان كده هو عايز يوصل وهيفضل فاكرها لك بقى يعني ان شاء الله يفضل ان شاء الله. هيبقى انا بالنسبه لي الاهم ان هو ان شاء الله يوصل ليفل اعلى ويوصل الدرجه الاولى ان شاء الله. مبروك يا كابتن جدو، مبروك يا كابتن، مبروك عقبال اللي جاي واللي جاي احسن ان شاء الله.